السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، تفضل يا ابو حسين، تفضل. ما هو الموضوع اليوم؟ موضوع ان نحن اهل البيت لا نسترجع شيئا اخذ منا ظلما، يعني لو في شيء اتخذ منا ظلما لا نسترجعه، وده بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وده موجود في كتب الشيعة. فهل كانت السيدة فاطمة تعلم هذا الامر ام لم تعلم؟ تفضل. بسم الله، أتفضل. ولكن يا شيخ، بداية أقول لك كلمات. تفضل. أنت قلت في بداية الأمر أن حبذا لو كان البرنامج يمشي بالعلم وبالهدوء، ونحن نوافقك على ذلك، ولكن ينبغي أن يكون النقاش علميا وموضوعيا بعيدا عن العصبية المذهبية والطائفية، لأن الحقيقة التي نريد أن نصل إليها هو من كان معه الحق، والخلاف بالنسبة لي أنا لا يفسد للود قضية. ولكن القاعدة التي يجب أن نستلزم بها هي أن نتمسك بالأمانة العلمية ونقل الروايات التي تساعد في فهم الطرح بكل موضوعية ومهنية واحترام الخصم دون النيل منه أو الاستهزاء به، فالانتصار بالحق يا شيخ وليس بالإنشاء والثرثرة. وأنا هنا كل ما أريد أن أصل إليه هو الحق، مع أن الطرح الذي تطرحه يحمل في طياته استهزاء واستهتار بسيدة نساء العالم. خلاص حضرتك خلصت؟ هذه 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 بداية، والآن سأدخل في 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 يعني الموضوع الذي تفضلت به. حضرتك نسيت قاعدة. طيب ما هي؟ ماشي، حضرتك نسيت قاعدة ترك العواطف. ترك العواطف لا بأس أن نضيفها إذا كنت نسيتها أنا طبعا. إذن فتتناسى أن السيدة فاطمة رضي الله عنها أرضاها سيدة نساء العالمين، وأن أبا بكر الصديق هو الصديق، وأن إيمان أبي بكر الصديق يزن الأمة. انسى الأمرين دول، نتكلم فقيه لفقيه. أنا لا أقر بذلك يا شيخ. أنت لا تقر بذلك، إذن لا داعي للنقاش. النقاش، وهل أنت تقر بما ما قدمته أنا بداية؟ أنا أقر بما قدمته أنت، ولكن ما ينفع أن احنا نتحاكم لشيء بالعاطفة، لأن السيدة الآن السيدة فاطمة رضي الله عنها أرضاها سيدة نساء العالمين، وفضل السيدة عائشة على النساء كفضل السريد على باقي الطعام، والسيدة مريم كذا، وأبو بكر الصديق إيمان يزن إيمان الأمة، وأبو بكر هو من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي مثلا أحد السنية يقول لك طب ما أبو بكر الصديق كذا وكذا كذا، طب لو حدثت المشكلة بين فاطمة وبين أمين الأمة، تمام، لو حدثت المشكلة بين فاطمة وبين من علمه النبي صلى الله عليه وسلم العلوم الشرعية كمعاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، فلا يجب أن تتناسى الألقاب، يجب أن تتناسى الألقاب في الحوار العلمي ويكون حوارا فقهيا فقط. يعني بالنسبة لي أنا شخصيا لا يوجد حوار، لا يوجد فرق بين النقاش العلمي والحوار الفقهي، لأن كلاهما يصب في نفس الدائرة. وأنا لم أقل ذلك، أنا قلت تترك حضرتك تترك العاطفة، أنا ما قلت تترك الأمور الفقهية أو الأمور العلمية، فالفقه هو جزء من العلم، أنا أقول نترك المسائل العاطفية. وإلا لو جاءنا الآن أنا وأنت، لو سمحت، لو جاءنا السؤال، لو سمحت، لو جاءنا الآن، لو سمحت، لا تعطيني، لا تعطيني، لا تعطيني، والله أنا أعطيك وقتك، أنا هبين شيء وتفضل أنت زي ما أنت عايز، أبين شيئا واحدا. لو جاءنا الآن ملحد وقال لنا سيدنا موسى أو سيدكم موسى عليه السلام، طبعا بيكلمنا احنا الاثنين، سيدكم موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل ومن المصطفين كمان وإلى آخره، ومع ذلك عندما غضب أخذ بلحية أخيه وبرأس أخيه ظالما له، فماذا سنرد؟ هل سنرد عليه لا يجوز أن أنت تقول الكلام ده في سيدنا موسى لأنه سيدنا موسى هو الله عز وجل، هو من اصطفى، سيدنا موسى هو من أولي العزم من الرسل؟ طبعا يقول لك طب القرآن الكريم هو الذي قال ذلك. إذن فلنترك العاطفة جانبا ونحكم القرآن الكريم
ونحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا العقل والمنطق. تفضل. هذا هو لب كلامي، هذا هو لب كلامي، ولكن نحن نتفق سيدة، نتفق أن فاطمة من سيدة نساء العالمين، فلماذا الطرح؟ لماذا فاطمة عصت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا الطرح؟ ينبغي أن يكون هناك اختيار في الأسلوب. ماشي. الطرح هنا أولا، الطرح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سطر في كتب الشيعة أنه إذا أخذ شيئا منه ظلما لا يسترده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطالب باسترجاعه، فده مبدأ. فعندما قيل لعلي بن أبي طالب لماذا لم تسترجع أرض فدك، قال نحن أهل بيت لا نسترجع شيء أخذ منا ظلما. فالسؤال المطروح في الحلقة، هل السيدة فاطمة كانت تعلم أنه إذا أخذ شيئا منها ظلما لا تطالب به، لا تسترجعه أم لا؟ تفضل. طيب، إذن بداية يقول الله: بل نقف بالحق عن الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. من بعد هذه الآية نقول أنك أنت تستدل بأحاديث، تريد أن تصل إلى أن هذه الأحاديث بعضها يناقض بعضها، ولكن الروايات فيها الصحيح وفيها المنكر وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الغريب والمنقطع وغير ذلك والمرسل ونحو ذلك. إذن هذا الحديث إذا كان يوجد حديث يعارضه، هذا لا يجعل أن يعني أننا نلتزم بهذه الرواية 100%. وعندكم الكثير في هذا في صحيحي البخاري ومسلم الذين تزعمون أنهما صحيح من الجلاد إلى الجلاد، يوجد الحديث ويوجد الحديث الذي يناقضه. فهل نقول مثلا أن هذين الحديثين خاطئين، أم نأخذ بالحديث ونضع الحديث، أم نقول أن البخاري غير صحيح بكامله أو مسلم غير صحيح بكامله؟ فحبذا لو أجبت على هذه المسألة. أولا بداية أنت لم تجب، أنت وكأن رجل يقول لك لو سمحت، لو سمحت أنا سبتك للآخر تتكلم، ما تتدخل. بداية أنت لم تجب على السؤال، قلت إذا كان هناك عندنا التعارض فعندكم التعارض، لكن في نفس الوقت ما بينت أين التعارض، وهل التعارض ده ضعيف أم ليس بضعيف. من المفترض أن تأخذ هذه الروايات وتبين لنا الضعف فيها، أو إن كانت متناقضة فلنذهب إلى الأفضل أو إلى الأولى أو إلى الأصح من هذه الأحاديث، ولكنك لم تفعل ذلك. أنت قلت إن كنت أنا أعور فأنت أعور، إن كان عندنا تناقض فعندكم أنتم تناقض، فده ليس إجابة. فنرجع لسؤالنا الآن، هل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خالفت تلك الأحاديث، أم أن هذه الأحاديث نضرب بها عرض الحائط؟ تفضل. هذه أستاذ، هذه إجابة، ولكن ما هي القاعدة التي يجب أن نصل إليها؟ يجب أن نصل إلى القاعدة. أنت سألتني قلت لي هل تقر أن هذه الأحاديث صحيحة أم أن فاطمة أخطأت، أم نضرب بها عرض الحائط؟ إحدى هذه الاحتمالات الثلاث، إما أن نختار أحد هذه الاحتمالات. وأنا أيضا أجبت بأن هل تقر أن كل ما في صحيح البخاري صحيح وأن بعضه لا يناقض بعضه، أم أن هذه الروايات نلقي بها عرض الحائط؟ خلاص خلصت كلامك؟ فإذا أجبت بنعم ندخل في الروايات ومن ثم نعود، وإذا أجبت بلا فتلك مصيبة أخرى. خلصت كلامك؟ تفضل. أولا بداية أنت تريد أن تهرب من الإلزام إلى البخاري وكأنك تقول أن هناك تعارض، فإن قبلت بذلك التعارض فنحن نقبل أيضا بذلك التعارض، وإن قلت ليس هناك تعارض في البخاري فسأقول لك في البخاري فيه كذا وكذا وينتقل الحوار إلى البخاري، وهذا لا يستقيم. الأول تفضل حل الإشكالية عندك، وبعد ذلك بين لنا ما هو التناقض الذي في البخاري. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نعتقد أن كل ما في البخاري صحيح إلا في مسألة المعلقات وإلى آخره، فهل أنت تعتقد أن هذه الرواية صحيحة؟ يعني أنت تعتقد أن هذه الرواية صحيحة أم ليست بصحيحة؟ أم أن التناقض؟ وبعدين أنا ما ألزمتك أنت تقول ليس عندنا كتب صحيحة،
فأنا ما ألزمتك وقلت لك لابد أن تأخذ هذه الروايات لأنك قلت أن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح، فكان الأولى بك أن تقول لي هذه الروايات لا تنطبق على القرآن الكريم، هذه الروايات لا تصح، فنحن لا نأخذ بها، والموضوع انتهى. ثم تنتقل بعد ذلك وتقول وليدي يا إسماعيل أنا خلصت لك الإجابة، ننتقل إلى البخاري على نفس القاعدة التي تقول بها، فأنا عندي مثلا تضارب في البخاري بالنسبة للروايات، فأنا أبتدي أشرح لك اللي موجود في البخاري. لكن إن أنت تنتقل مباشرة كده، أنا أقول لك أنت أعور فتقول لي وأنت أيضا أعور، يبقى إحنا الاثنين، إحنا طلعنا الاثنين، إحنا الاثنين عور وما حد استفاد أي شيء. نعيد السؤال تاني. الآن هناك أحاديث عندكم تقول أننا لا نسترجع شيئا أخذ منا ظلما، فهل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تعلم بتلك الأحاديث أم لم تكن تعلم، أو أن هذه الأحاديث ضعيفة موضوعة فلنلقي بها إلى عرض الحائط؟ ما في مشكلة والله، تفضل. قل لي الأحاديث. تسمعني؟ أسمعك، تفضل. قلت لك اعرض الرواية واقرأها لو سمحت. أعرض الرواية اقرأ، حاضر، من عناية الاثنين. كتاب علل الشرائع، ماشي، الجزء الأول صفحة 155. الحديث الثاني ماذا يقول؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له لأي علة ترك علي بن أبي طالب عليه السلام فدك لما ولي الناس؟ فقال للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وقد باع عقيل بن أبي طالب داره، فقيل له يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل لنا دارا؟ إن هنا موضع الشاهد، إن أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما، فلذلك أي قال أبا عبد الله فلذلك لم يسترجع فدك لما ولي، يعني علي بن أبي طالب لم يسترجع فدك لما ولي. والحديث الثالث ماذا يقول؟ قال سألته عن أمير المؤمنين لما لم يسترجع فدك لما ولي الناس، فقال لأن أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا. تفضل. هنا أنت تقول لا نسترجع شيئا أخذ منا ظلما، صح؟ صح، ظلما، نعم صح. هناك فرق بين الاسترجاع والمطالبة، تتفق معي أو لا؟ ما هو الاسترجاع نوع من المطالبة. لا حبيبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى عقيل ويطلب منه الدار. النبي صلى الله عليه، هناك أمور لا تستقيم. أولا القياس في مذهبكم وليس في مذهبنا. لا، النبي صلى الله عليه وآله عندكم القياس، عندكم القياس ليس على إطلاقه بطبيعة الحال. يبقى ما تقولش بقى ما عندكوش، ما تكذب على الناس. لا، أين وصلنا؟ أثبت لك الآن، أثبت لك الآن أن عندكم القياس من نفس الرواية، من نفس الرواية. حديث يقول أثبت لك الآن أن عندكم قياس من نفس الرواية. هناك حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أول من قاس إبليس، فلذلك أنا أخذ بالقياس. تمام. الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما لم يسترجع أرض فدك تأسى بمن؟ عندما لم يسترجع أرض فدك تأسى بمن؟ عندما لم يسترجع أرض فدك تأسى أرض بمن؟ فدك. تأسى بمن؟ تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. أليس هذا قياس؟ بوم. ها؟
أليس هذا قياس؟ هذا اقتداء. هو قياس. اقتداء وليس قياس. هو اقتداء، هو قياس برضو. قاس هذه المسألة على هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترجعها لأنه قال لا نسترجع شيئا أخذ منا ظلما، لذلك علي بن أبي طالب قاس هذه المسألة على هذه المسألة. أنت نسيت علمك ولا ما دام يؤخذ منها ويرد، البعض يستطيع أن يقول حضرتك والبعض ده قياس ولا ليس قياسا؟ هذا قياس ولا ليس قياسا؟ أنا أعتقد بأنه اقتداء. ما هو اقتداء؟ لا ما دام النبي لا 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 ده نوع، ده هذا نوع من أنواع القياس. ليه؟ ما دام النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وأقر. ما تعلي صوتك بس، ما تعلي صوتك. هو إيه القياس طيب؟ ما معنى القياس؟ طيب ما فيش مشكلة، على راحتك حبيبي. ما معنى القياس؟ استرسل. ما معنى القياس؟ نحن الآن ندخل في موضوع القياس، نترك السؤال الأول؟ لا 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 والله لن أغلق السؤال الأول، بس أنت الآن وقعت في مسألة عظيمة جدا، واتضح للجميع أنك لا تعني لا تدري ما معنى القياس. هل أنت تدري ابتداء؟ أنت وما لماذا؟ اسمعني بس، اسمعني. هو إبليس هذه التهم الجائزة يا أخي، تتوزع التهم كما تفعل. اهدى بس، اهدى، الله يبارك في عمرك، اهدى اهدى. الآن وزع التهم كما الآن تفعل. إبليس إبليس لما قاس إيه بإيه؟ أنت سألتني ما معنى القياس أولا. اتفضل يلا. بالنسبة للقياس طبعا لابد أن نعرفه من ناحية اللغة ومن ناحية التقدير، أليس كذلك؟ يلا تفضل اديني أي اللي أنت عايزه تدهولي كمعنى قياس، تفضل. طبعا حسب ما أعرفه هو أن القياس لغة هو لفظ له إطلاقان، الأول التقدير، صح؟ وهذا ينطبق على الحديث الذي أوردته أنا الآن اليوم أم لا؟ أي معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر. الله اكبر. لا واحده تعال نطبق القاعده الان على الحديث الذي اوردته. يلا طبقها كما شئت يا شيخ. ايوه طبق. لا انت طبق القاعده على الحديث دوت. لماذا علي بن ابي طالب لم يسترد ارض فدك؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترد الدار. يبقى ده تقدير، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدير ولا لا؟ قاس هذا التقدير على هذا التقدير أم لا؟ قاس، ولكن يا شيخ أنت شيخ كبير. قاس يا دعني أتكلم. أنت تفضل مش مستعجل. سبحان الله. تفضل مش مستعجل، تفضل. أنت شيخ وداري كما أزعمك، ولكن متى نلجأ إلى القياس؟ عندما لا يوجد نص. القياس هو أحد مصطلحات علم الأصول بطبيعة الحال، وهذا أيضا وفق معتقدكم، ويقصد به استخراج حكم شرعي لم يرد فيه نص من آية أو رواية من حكم آخر ورد فيه نص. طيب جميل أوي، يعني ده نوع من أنواع، معلش واحدة واحدة، أنت الآن تعال نرجع خطوتين وراء، أنت قلت اسمعني بس الله يبارك في عمرك. دعني أكمل. هناك الأصل والفرع والعلة والحكم، فإذا دخلنا في هذه المسألة سنخرج مباشرة من الموضوع الذي نناقشه ونرجع إلى علم القياس وهو علم يعني لا 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 أنا هرجع بس خطوتين وراء، هرجع خطوتين وراء بس. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفهمني معي. فمتى نصل إلى القياس؟ إذا كان لا يوجد نص ولا رواية، فالآن توجد لدينا رواية، لماذا نلجأ إلى القياس؟ خلاص خلصت. الآن نرجع خطوتين ورا بس عشان أفكرك بكلامك. أنت لو أنت قلت الكلام ده كنت أنا أيدتك فيه، لكن أنت قلت ليس عندنا قياس، ليس عندنا قياس بإطلاق. وبعدين لما قلت لك لا هناك قياس، قلت نعم هناك قياس ولكن له عدة أشياء، يبقى إذن هناك قياس، صح؟ هناك قياس. حلو. لا أتفق. لا. معلش الآن الحشيش حرام ولا حلال؟ نحن دخلنا الآن في الفقه. معلش لا آخر والله آخر سؤال وحنرجع للمسألة. آخر سؤال وحنرجع للمسألة. الحشيش حلال ولا حرام؟ هذا التشعب هو ما كنت أخشى والله العظيم. أنا لا أتشعب بس ما بحب حد، والله أنا ما بتشعب بس ما بحب حد يقول كلاما
وهذا الكلام ليس بصحيح. آخر سؤال، هل الحشيش حلال ولا حرام؟ الحشيش. هل أنا أجبتك بكلام غير صحيح عندما لا أنت أجبتني في البداية لما قلت لي نحن ليس عندنا قياس، فقلت أنتم تقيسون. قلت لك أحيانا لا نعمل بالقياس. لا ما فيش حاجة اسمها أحيانا لا نعمل بالقياس، ما في حاجة اسمها أحيانا لا نعمل بالقياس، لأن ما في دين ما فيه قياس. يعني أنا لو سألتك دلوقتي الكوكايين والحشيش هل حرام ولا حلال؟ لا بد أن تقيس. هتقيس على الخمر. صحيح، ولكن الآن دخلنا في المسألة. طالما قلت صحيح وأقريت في المسألة، تعال نرجع للمسألة بقى من الأول. يلا يعني. الآن السيدة فاطمة، أنا لا أكابر، لا أعطيك قاعدة، أنا لا أكابر. عندما نعم. عندما أسمع الحق أقول صحيح، لست مثل من يكابر ويعتقد أنه أوتي كل شيء علما. طيب خير، أنت حضرتك منين ابتداء؟ أنت منين؟ نعم، من تونس الخضراء. طيب الله المستعان. نرجع للحوار الأول. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نسترجع شيئا، تمام، أخذ منا ظلما. فأنت قلت لا، هناك فرق بين الاسترجاع وبين المطالبة. أليست الاسترجاع البدء فيه بالمطالبة؟ أليس ماذا؟ أليس الاسترجاع لما أنت تيجي تسترجع شيء أخذ منك ظلما، مش بدايته أن أنت بتطالب به؟ بداية ستكون هناك، وإذا كانت لديك سلطة فلا داعي أن تطالب لي. أنا ما كلمتك سلطة. يا أخي أنت طرحت السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه السلطة على عقيل ومع ذلك لم يطلب. شفت شلون؟ إذن هذا ما كنت أريدك أن تقوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له سلطة على عقيل ومع ذلك لم يطلبها، يبقى ابتداء لا يطلب بها. أنا قلت لك لو تذكرت كلامي بداية وقلت لي أنا ضربت مثالا جيدا، ويعني يعني لا أخال لك أنك تعلم، ضربت مثالا جيدا، لكن أنا كنت أريد أن أذهب إلى التناقضات في فهمي في صحيح البخاري الذي تقرون أنه صحيح، وعندما تقر أن هناك تناقض ألهم معك إلى الموضوع الآخر وأنت لم تقبل بذلك. رجعنا للبخاري تاني، نرجع أنا بقى رجعت للموضوع الأصلي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان له السلطة على عقير وعلى الدار ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبها ابتداء؟ صحيح كلامه. طيب يبقى إذن لما تيجي تسترجع شيء لابد أن تطلبه في الأول، صح؟ وهذا معروف. يبقى ابتداء الطلب مش مسموح ليك. الطلب؟ نعم. لو أن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدار من عقيل ورفض عقيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأخذها غصبا، كنا قلنا ماشي. دي النقطة الأولى، كان هيبقى ليك حق. النقطة الثانية، علي بن أبي طالب كل الأراضي تحت يده لأنه الخليفة ومع ذلك لم يأخذها، يبقى المسألة مش مسألة سلطة، يبقى أنت أخطأت في مسألة السلطة أو حبيت تبرر المسألة بالسلطة بس ما عرفتش. وطيب، وما هو سؤالك الآن؟ سؤالي هو هل السيدة فاطمة كانت تعلم بهذه الأحاديث فعصت النبي صلى الله عليه وسلم، أم لم تكن تعلم، أم أو أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة؟ هذه الأحاديث يعني ربما تكون منكرة. ربما تكون إيه؟ منكرة. وممكن تكون صحيحة، أصل كلمة ربما دي تحمل شيئين، ممكن تكون منكرة ممكن تكون صحيحة. لماذا تكون من المفترض أن تقول لي لماذا منكرة؟ اتفضل قل لي لماذا منكرة. يلا
لماذا منكرة؟ لأنه يوجد ضعفها من الأحاديث التي تقول عكسها، وهي صحاح ويعني لها من العدل ما لها. فعليه عندما يوجد حديث صحيح ومتواتر ويوجد آخر ربما يكون صحيح، نأخذ بالحديث الصحيح والمتواتر، والآخر الذي أقل منه صحة يكون حديثا منكرا. وأعتقد أنك توافقني في هذه المسألة. والله العظيم لو أنت سمعت حلقة أمس سترى أنني قلت أن هذه الأحاديث تخالف القرآن الكريم وتخالف صريح الدين، يعني ما في حاجة اسمها إنسان ظلم ولا يأخذ حقه ممن ظلمه. تمام؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بس أنت هتقع في إشكال آخر. ما هو الإشكال؟ يلا. الإشكال الآخر، لو ضعفنا تلك الروايات سنسأل سؤالا، ألا وهو إذن لماذا علي بن أبي طالب لم يسترجع أرض فدك عندما كان خليفة؟ عندما كان خليفة، أنت هذا السؤال أنت طرحته وأنا أجبتك عليه. قلت لك أن الإمام علي سلام الله عليه أخذ بما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما أنت عرفت منين أنه أخذ أسانة بس؟ عرفت منين؟ أن علي فعل أقياسا، قلت لك فعل اقتداء. لا ماشي، أنت الآن تقول اسمعني بس عشان نوصل للمرحلة. أنت الآن تقول أن علي عندما لم يأخذ أرض فدك اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ صحيح. طيب اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به علي بن أبي طالب في ذلك؟ ألم تذكر من منذ قليل الأحاديث التي تلزمني بها؟ أنت لسه قايل إن الحديث منكرة، صححتها تاني. ربما ربما تكون منكرة. مش أنت بتقول إن هي منكرة لما قلت لك علي بن أبي طالب؟ طيب لماذا استرجع؟ صححت أنت الأحاديث ثاني. أنا حذر جدا عندما أتكلم يعني بأسلوب. طيب ما أنت في قضية السيدة فاطمة، بص اسمعني بس صحيحة. اسمعني بس، في قضية السيدة فاطمة اسمعني شيخ وليد اسمعني، الله يبارك في عمرك. آخر كلمتين من ناحية الأمانة والله لا تستطيع أن تلزم أحدا برواية. اسمعني بس الله يبارك في عمرك، اسمعني بالكثير التي تناقض حتى وفق معتقد أهل السنة. طب اسمعني بس، اسمعني الله يهديك ويصلحك حالك. الآن عندما تكلمنا في السيدة فاطمة قلت أنت بلسانك ربما هذه الرواية منكرة، وعندما تكلمنا صح. في علي بن أبي طالب من المفترض تقول أن ربما هذه الأحاديث صحيحة، يبقى أنت لو قعدت في تناقض لأنك استشهدت الآن عندما قلت لك إذا كانت هذه الروايات منكرة فكيف علي بن أبي طالب، أو لماذا علي بن أبي طالب لم يسترجع أرض فدك، فأنت رحت للروايات المنكرة واستدلت بيها. هذا من باب البحث العلمي. أنا يعني ما هو أنت اللي تناقضت مع نفسك الآن لما تكلمنا في هذه هي نفس الروايات في السيدة فاطمة، قلت أنها ربما تكون منكرة، لما تكلمنا في علي بن أبي طالب وأنه لم يسترجع أرض فدك أنت أتيت بالمنكر تستشهد به. طيب تستطيع أن تسمح لي دقيقة بس؟ تفضل. طيب إذا كان البخاري على زعمكم الذي ينقل روايات رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيحة ولا يؤلف لأنه ناقل والذي ينقله صحيح يتناقض في الروايات، فما بالك في أنا؟ يعني ليس لدي علم، إنما أنا أحاول أتطفل على العلوم فقط. أولا بداية لا تستطيع أن تقول أن روايات البخاري متناقضة إلا أن تعطينا مثالا ونحن نحله لك بإذن الله تعالى. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قولك بأن البخاري فيه تناقض لا يحل التناقض الذي عندك، وأنا أعطيتك مثال الآن. اسمعني بس، الله يبارك في عمرك. لا يحل عندك التناقض. يعني واحد بيقول له ايه، انت اختك رقاصة، يروح التاني يقول له وانت اختك رقاصة. طب فين يعني؟ انا نفسي افهم يعني فين الحل بقى من الاثنين؟ الاثنين بيعايروا بعض، لكن مفيش حل. صحيح ولا مش صحيح؟
انت تعرف اقول لحضرتك حاجه صحيح. لو انت بص انت وجهه نظرك مختلفه شويه، لكن انا فهمك وجهه النظر العلميه. وجهه النظر العلميه ايه؟ لو انني وليد اسماعيل اعترض على روايه عندك وهناك مثلها في البخاري، فتيجي انت حضرتك تقول لي ايه يا وليد اسماعيل انت بتعترض على الروايه دي ليه؟ طب ما انت عندك اصل الروايه موجوده في البخاري. ساعتها انا احط شريط لاصق على بوقي وانكتم. لكن انت بتقول ايه؟ طالما احنا عندنا تناقض، طب ما انت عندكم تناقض، طالما انا احول فانت احول انت كمان، انا اعور فانت اعور انت كمان. طب ما احنا ما حلناهاش زي بالظبط. انا والله العظيم ادي دايما المثل ده دايما، المناظره في مساله تحريف القران. ياتوني بعض الشيعة ويقول لي نريد ان نناظر في موضوع تحريف القران، اقول لهم طيب ماشي ندخل المناظره. انا هفضل اجيب من الكتب الشيعيه 2000 روايه بان علماء الشيعة يقولون بتحريف القران. هل هو هيدافع؟ هو مش هيدافع عن علمائه. اروح جاي عامل ايه؟ يقول لك يا وليد يا اسماعيل كمان وانت عندك تحريف القران، ويبتدي يجيب لي بقى ايه الاشياء المنسوخه الى اخره، ايا كان هو يعتقد انها تقول بالتحريف. يبقى احنا الاثنين خرجنا من المناظره ايه؟ ما صحيح يا شيخنا، ما استدرفت به صحيح، ما استفدنا ولا الجمهور استفاد حاجه ولا احنا استفدنا حاجه، واحنا الاثنين ده يقول لك القران محرف وده محرف والمشاهد تهمه بينا. هناك ملاحظة، إذا كان ما يستدل به صحيح وفق يعني النصوص الصحيحة فهذا يعني هناك إفادة وهناك وصول إلى معلومة، أما إذا كان يستفيد بالأمور الناسخة والمنسوخة فتلك مسألة أخرى بالطبيعة. ده صح، لكن أنا بكلمك دلوقتي أنا عندي 2000 رواية في كتب الشيعة تقول بتحريف القرآن، وهو عنده بعض الروايات فهمها في أنها تحريف القرآن، فأنا دخلت المناظرة أقول الشيعة يقولون بتحريف القرآن بدليل 1 2 3 10 20 30 وأوصل ل2000 رواية، وهو برضو نفس الحكاية. طيب أنا عندي في كتب السنة أن أعتقد أنكم تقولون بتحريف القرآن ويبتدي، لكن في الآخر المشاهد طلع بإيه؟ طلع بأن السنة يقولون بتحريف القرآن وأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، فالمفروض إحنا الاثنين نلم ورقنا ونعتزل البرامج وخلاص على كده، لكن ما ينفعش. صح ولا مش صح؟ صحيح. الله المستعان. عموما انت انسان طيب، ونسال الله عز وجل لنا ولك الهدايه الى ما يحبه الله عز وجل وارضاه. شكرا لك.